كله يمشي بالصحراء، يمشي وطايح، يمشي مع احترام يعني للشخصيه، ما هي يعني الشخصيه اللي كنت انا اتمنى اني امثلها. لقيتها ضعيفه، لقيت خطها وايد ضعيف. لكن لو احنا في سندباد، عوده سندباد، من اول يوم نفترق عن السندباد، من الحلقه الاولى نفترق عن السندباد الى نهايه المسلسل ما نلتقي بالسندباد، لا يشوفنا ولا نشوفه. خطي مع علي المفيدي، خطي مع محمد حسن، خطي مع عبد الناصر الزاير، خطي مع فنانين وايد كبار معي. خط السندباد ما كله بروحه، مع احترام الباب الزملاء. وجدت ان فعلا ان خط زهران هو سندباد، يعتبر هو سندباد ثاني مع السندباد الاولاني. فالناس تعودوا ان يكون انا السندباد، اكون انا واضح في كل الامور. لكن لما قريت المسلسل وجدت ان افضل شخصيه زهران من السندباد. الناس تعودوا، وقلت والمخرجين ايضا تعودوا ان عبد الرحمن العزل، عبد الرحمن العزل دائما يبعدون عنا الادوار المركبه، يعطونا الادوار الخفيفه. لا بالعكس، هي الكاركترات انا احبها اكثر من الادوار العاديه يعني. يمكن مع احترام لكل زملائي، يمكن قاعد يقول يون علي انا في الكاركترات اكثر، في الادوار المركبه اكثر من الادوار العاديه، وانا ادورها الشخصيه هذه. طيب عوده السندباد، واحنا في رمضان مو هذا طبعا اللي قبل، لما شفنا عبد الله البري وعبد الله البحري مو متشابه مع بعض؟ هم ما اشوف لها معنى يعني. انا اعرف انه هذا من الضروري على المراه قبل ان تخرج ان تكون في كامل زينتها، معناتها مش محتاجه انها مثل لنا كل ساعه نعدل العقارب السياره ونسوي كذي ومش مسوي ايه. فبالتالي منظر لا يستحب ان تكون هناك سيده او انسه تتمكج على السريع من مراه سياره الصغيره اللي هي اصلا مش مخصصه مو للمكياج. اقول لك بعد شغله يعني دلاله على تراولي على ما تحط حمره ولا شبشب اي ما هو ما قال بها تمشي، قال بها واقفه عند الاشاره. هم بعدين بعد ما تسوق، لما تسوق وتكون معاها الشغاله، وشغاله طبعا ايه يعني الوضع المقلوب هذا، لانه جرت العاده انه من يجلس في المقعد الخلفي الايمن هو من كبار الشخصيات، والسائق يسوق مثلا، او ان المعزب يكون هو الجالس وجالس الايمن. الان انقلبت عندنا الايه، شوفي المعزبه قاعده متمكجه وقاعده تسوق، وهالخادمة الاسيويه متسمته بالجانب الايمن الخلفي، وفي سياره قيمتها 22,000 دينار. يعني ماني فاهم ليش مثلا ما تقعد قدام، ما هم ثنتين محريم يفترض يعني. يعني افهم لو انه يكون الزوج ما يبي يقعد السلال الخادمه اسيويه جنبه ممكن تقعد ورا، بس افهم ان هذول يعني المعزبه وخادمتها سيدات، فما المانع انها تقعد يمها اول شيء، وفي نفس الوقت يتود لها ولدها اللي قاعد معاه قدام. ليش الولد والخادمه ورا والمعزبه السوق؟ منظر يعني يضحكني بالفعل. من زمان يعني اشوفه، قبل كان المنظر اللي شو اسمه نذكره للحد، واحنا اطفال يمكن بعد شو اسمه الجماعه يدرون عنه، قبل حكايه العبات اللي مسكوك عليها باب السياره، دائما في باب سياره وصاك على عبات. لا انا مع العيله. اي هذا كان تذكر الامور هذه، فكان هذا اللي هي سمه الماضي. كانوا في الماضي يعني امهاتنا وجداتنا مع بدايه السيارات، الزوج ما يركب زوجته قدام، في تقليد بالكويت الزوجه تركب ورا. وانا اذكر الوالد الله يرحمه حاولت الوالد بسنين طويله تركب قدام، يلا ورا. فالتقليد موجود. بس السيد صار اي لا ما اكيد السيد قبل كله السيد فالتقليد موجود ومعروف بانه الزوجه هي اللي تجلس في المقعد الخلفي، اولادها بناتها قدام مشكله. الان اصبح هذا المنظر مع 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 زياده عليه انها هي توقف عند الاشاره والتمكج على اللي هي التيك اواي هذا السريع. لا بعد شغلات وايد انا قاها هذا، بس شويه راح انا بقول لك سام. اول شيء استاذ فؤاد، حسب ما نقرا ونسمع من تعليمات المرور انه يقول لك سلامه الاطفال يجب انهم يكونون وراء. صح. اذا عاد ماكو اطفال كيف بتقعدها قدام؟ هذه وجهه نظر نحترم. الادهى والامر والله العظيم، وانا صادق، وانا جاي من التلفزيون لهني وانا مستعيل، اخ محمد الريع معدل البرنامج قال لي تكفى، انا عبالي انه الساعه 2 كالعاده، قال لي لا بنطلع الليل على الهواء الساعه 2:30، فجيت بسرعه. شارع الخليج قدامي السياره، الحريم يهنون اذا تمكجوا، قام كان يشيل العقال
ويحط القطره ينزلها يا والله العظيم وانا حافظ رقم السياره ولا نكاذب على هذا الانسان وياخذ ذاك المشهد ويقعد يسرح زي من بشوفك الساعه 2 وظلمه وليل الساعه 2 وبعدين انت لابس قطره وعقال انت تقول للمراه خلها تمك يا جدار كذي وقاعد يسرح شعره شو السالفه يا اخو استانس بشعرك نرد على عبد الرحمن العقل صنفا في شو يسمونه حاله السيده انا بعد انا مستعيل وما ودي بعد ادق لاهلي اخاف يعاندني وانا مستعيل على البرنامج بيطلع على الهواء نرد على عبد الرحمن العقل وانا يمكن من الناس اللي شوي متحاملين عليكم انتم يا اصحاب مسرحيات الاطفال ويمكن اختصار بتدري ذاك الاسبوع ايش قلت تبون مسارح انا ضد انا ضد العقل من البدايه ملت مسرح انا ضد انشاء مسارح طالما ما قاعد يقدم لأطفالنا هذه المسرحيات مثل ما قال سعد فؤاد شوية ألوان وشوية ملابس وتنطط يا عبد الرحمن أنا ماني معك خالف لكن أنا معك أنا معك ما ننسى المسرحيات اللي قبل كان يقدم أنا أقصد الآن ما قاعد يدور في السنوات الأخيرة ما يصير عطلة عيد فيها أسبوع ها أو إجازة فيها أسبوع زين إلا شفنا الإعلانات تارس الشوارع وكل مجموعة 4-5 مسرحية الأطفال ويلا وهبيس وماكو سينما لا يبا ما نسي ما نبي مسارح إذا ما قاعد يقدم بهذا الأسلوب وهذه الطريقة كلامك صح أنا معك معاي ولا لا معك بس يمكن وأنت مسؤول خل بالك لأنك أنت أول من بدأ عفوا سيد عبد الرحمن أنت أول من قدم لأعمال الأطفال وكل يمكن الأطفال يعني واللي قبلهم يحبون عبد الرحمن العقل لكن أيضا إحنا نخاف عليهم كلامك صح عبد الرحمن العقل تكلم عن شخصي كعبد الرحمن العقل الآن صار لي يمكن ما يقارب 4 سنين إلا ما يكون 5 سنين ما قدم في مسرح طفل إلا مسرحية واحدة اللي هي أبطال السلاحف قدمناها للأطفال بعدها ما قدمت هذا شنو يدل؟ يدل على أنه لابد يكون في شيء من الحذر لتقديم أي مسرحية قدمها أنا الله يبعدني من كلمة أنا فلما أنا أقدم مسرحية الأطفال كوني بعد كموجه وزارة التربية محسوب عليه كل كلمة أقولها ومحسوب عليه كل مسرحية أقدمها هات لي مسرحية قدمها عبد الرحمن العقل إن لم يكن فيها إسقاطات تربوية إسقاطات اجتماعية لابد يكون فيها لمسة وطنية ولمسة حتى دينية في أعمالي أنا ما ألوم كل الجميع لكن هناك في أعمال قدمت ونجحت وعطت أهداف جدا جيدة وسامية لكن لم يكن هناك في ردع لبعض الأعمال من قبل وزارة الإعلام سابقا والآن أصبح المجلس الوطني للثقافة والفنون هو المسؤول المباشر عن هذه الأشياء سهل أن نقدم نص وأنا يمكن أكون مع الأستاذ محمد في الأمور هذه نقدم نص قدم صح نص جيد ممتاز بس خلاص يجاز النص أنا قدم نص مجاز صحيح لكن لازم أتابع من خلال العمل قبل لا يعرض على, 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 على الجمهور أشوفه هل هذا يسيء هل هذا جيد هل هذا يفيد الطفل ما يفيد الطفل التنفيذ يختلف أنا معك لكن في أمور ثانية تخليهم فعلا بعض الأعمال وليس الكل بعض الأعمال توصل لهذا المستوى من الأعمال الرديئة ونقول بمعنى المتدنية قلة النصوص الجيدة من المؤلفين الكبار قلة المخرجين المتمكنين الفاهمين اللي ما يعرفون يفرقون بين المسرح الكبير ومسرح الطفل قلة إدراك الفنان لأعماله شلون يقدم شلون يخاطب الطفل شلون ينزل إلى مستواه في أي سن يكلم هذه أمور كلها احنا نفتقدها مو الكل لكن البعض نرجع إلى الإمكانيات الموجودة إمكانيات ضئيلة إمكانيات ضعيفة ما في إمكانيات جيدة عندنا مسرح الطفل لابد أن يكون له إخراج متميز إمكانيات فنية إمكانيات تمثيليات متميزة بعدين نرجع المنتج لما يبي يعرض مسرحية للطفل عشان تكون بالمستوى الجيد يجيب لك نص جيد مخرج جيد ممثل جيد إمكانيات جيدة دعاية جيدة تمثيليات جيدة هذه أمور وراها خسارة يبي لها فلوس ومسرح الطفل مكلف أكثر من مسرح الكبار لما نوصل له المستوى عشان أقدم لك عمل متكامل بدون دربات فيها أو بدون نواقص هذه يبي لها دعم دعم مادي دعم إعلامي اللي فقدناه صار لنا الآن 4 سنين فقدنا دعم إعلامي كبير أصبح المنتج مستحيل إنه يصرف صرف كبير عشان يطلع بس كل هذه أسباب تدعي إنه ممكن تقدم يعني مسرحيات أنا أقدم مسرح طفل عشان أطلع فلوسي كمنتج لازم تعطيني مجال أعرض أكثر لكن مو أنجح وأوصل أنا أكلمك على المسرح الناجح والمصيبة الأدهى في المسرح اللي مو ناجح خلينا نقول مسرح ناجح
ويعرض يوميا فل عنده عشان يطلع. ما في انسان يبي يعرض ما يبي مردود ماله، هذه استحاله يعني. عشان اقدم عشان مردود تحطني في زاويه تقول لي شهر ونص واطلع، واطلع ما يصير. تبي مني عمل جيد بدون ما انا اصرف؟ ما اقدر اصرف على العمل شهر ونص. انا مو انا، انا اتكلم عن بعض الاعمال. انا واقف من الاسباب بصراحه عشان اصرف، ايب ممثلين معي، ايب مخرج جيد فاهمني، حتى لو من برا مو مشكال، ممثلين معي، ايب نص جيد قوي من مؤلف جيد، اديب استاذ كبير، اكسسوارات مثل الاستاذ عبد الرحمن محفوظ وغيره وغيره. اعمالنا السابقه اللي يقال عنها انها ناجحه وانها عطت للطفل فعلا جرعه علميه وجرعه تربويه، الان فقدناها. ليش فقدناها؟ في امور كثيره من ضمنها السلبيات هذه. الان انا قاعد صار لي 3 سنين عشان اقدم مسرحيه للطفل ماني قادر احصل دراهم. وكنا عفوا خلينا نتكلم سيامنا تقاطعيني، ما في قلبي ولا حكي بقوله بصراحه عشان ما نلام ما نلام. دقيقتين يعني انا في بعض الزملاء بدون ذكر اسماء يفترض اني حاله حال غيره، ياخذ شهر وشهرين، الان صار له 3 أشهر 4 أشهر مو قادر يطلع. احنا قادرين نطلع، شلون بقدم انا؟ فلا تلوموني، خلنا نشرب عصير يعني نبي يجيني شيء. طبعا احنا لا نزال معاكم على الهواء مباشره من مطعم فاندوم في مجمع ليلى جاليري. بالعكس انا لست من مؤيدين للمعارضين لعمليه التطبيع، بمعنى انه ما لما الخوف من التطبيع مع اسرائيل؟ نحن لنا عمق تاريخي كعرب وكمسلمين يمتد إلى أكثر من 1400 سنة، لنا حضارة موغلة في الثراء، لغة، دين، يجمعنا دين كمسلمين ويجمعنا اللغة كعرب. ما هو الخوف؟ ما الداعي للخوف لتطبيع مع إسرائيل؟ في المصريون طبعوا مع إسرائيل حوالي 17 سنة، عدد الإسرائيليين الذين زاروا، عدد المصريين الذين زاروا إسرائيل خلال 17 سنة لا يتجاوز عددهم 20,000 من أصل 60 مليون مصري. عدد الإسرائيليين الذين زاروا مصر 2.5 مليون، نصف عدد سكان إسرائيل. إذن لا خوف من التطبيع. أنا جبت كمثال هذا، ولكن أنا ما أركز على نفس الموضوع، ممكن نأخذ أي موضوع ثاني. في هناك المقولة اللي دائما يردونها إننا مثلا نخشى من الغزو الثقافي اليهودي. عملية الغزو الثقافي، ما اليهود عاشوا معنا وفي الجزيرة العرب عاشوا معنا منذ مئات السنين، آلاف السنين. لم يحدث ذلك الغزو اللي هو يتخوفون منه. لما تكون هناك سفارة موجودة في شارع الاستقلال والعلم الإسرائيلي رفرف عليه، ما هو الخوف من وجودها؟ الآن موجودة هي العلم الإسرائيلي يرفرف فوق 4-5 مقرات أو 6 في. أنا لما قلت لك مثال تطبيع مع إسرائيل قلت لك يا كمثال، ولكن هناك أيضا عدة أمثلة يعني مو شرطنا مثلا أذكرهم الحين كلهم على، إنما تحاول بقدر الإمكان إذا كانت هذه الفكرة بذهنك تحاول أنك تفرضها. ما أفرضها لا، أنا أقول شلون القارئ ولله الحمد ما قلت لك لديه ثقة كبيرة جدا في، عندما يثق في كاتب معين فهو يصبح بالنسبة لهذا الكاتب كالشمعة، يمتص أفكاره امتصاصا دون أن حتى يحاول أن يراجعها أو يقيمها مع مواقفه. في كاتب لما أنت مثلا تقرأ له تقول لا أنا مش مع هذا الموضوع كذا كذا، ما تقبلنا من الفكرة. لكن لما يصير الكاتب أو حتى الممثل يقدم شخصية معينة يكون سريع الوصول إلى القلب، وبالتالي الناس تفتح له قلوبها بالكامل وتتقبل أفكاره عن ثقة به. وليس ما هو مسألة أنه الكاتب لما ينجح شلون أو الممثل في تجسيد شخصية، أنه استطاع أن يكسب ثقة هذا المشاهد أو هذا القارئ ويصل إليه مباشرة، لأنه القارئ لديه الثقة الكاملة فيه، وبالتالي يختلف عن كاتب آخر أو ممثل آخر يتشكك بقدراته هذا القارئ أو هذا المشاهد، ويبتدي يفلتر آراءه ويفلتر كلماته قبل يقبلها. إنما إذا أنت قصدك أنه أنا أفرضه، أنا أرمي لهم الطابة، أعطيهم المعلومة، أعطي القارئ المعلومة وأعطي الخبر وأعطي الكلمة. شوف ردة الفعل. ما بالغ إذا أقول لك 90% تأييد لما أطرحه، لدرجة أنه أحيانا تصل لي وتكررت أكثر من مئات المرات، تجيني تليفونات انه من ناس عاديين، ما يعني
ما لهم طموحات حزبية ولا سياسية ولا اجتماعية. وكانوا دائما يتحدون بهالجملة. كان في ذهننا البارح شيء، مثلا واحد أو واحدة أو سيقارة، كنت أفكر بموضوع معين هذا، والصبح خدت جريدة الوطن قلبتها لقيت كاتب في نفس اللي كنت أفكر فيه. هاي يسمونه يعني وصلنا إلى ثقة. ثقة أول شيء ثقة، وثانيا لأنه الكاتب لا يجب على الكاتب أن يعيش في برج عاجي، عليه أن يعايش الناس وأحلامهم وطموحاتهم، يعيش معاهم في البيت، شوف أفكارهم شنو. لأنه لما أنا أقعد على برج عاجي وأقول أنا بكتب في قضايا بعيدة كل البعد عن هموم الشارع الكويتي أو هموم الشارع العربي، طبعا ما هي القارئ حيعرض عني وما راح يقرأ. وبدليل إن أنت ممكن مثلا تقرأ لي كاتب أول أربع أسطر بعدين تنطين تقول بشوف إيش يبي هذا، تروحين السطر الأخير. هني يكون الكاتب فقد القدرة على جذب القارئ ماله. لكن الكاتب اللي ينجح في إنه يجعل القارئ يسلسل معه سطر سطر حتى يصل إلى النهاية، هذا هو اللي ممكن ينجح. بالإضافة إلى إنه يعني إذا أنا شلت اسمي من تحت العمود، أعرف إن هذا كتابك، حيعرف إن هذا أنا شو اسمه اللي كاتبه فلان. أنت عندك هذا الإحساس؟ مو عندي الإحساس. أنا أسألك، أنت عندك هذا الإحساس؟ أنا مرة كتبت افتتاحية بالوطن، كتبت افتتاحية وأسماء الافتتاحية ما يحطونها باسم، يكتبونها يعني هذا شو اسمه باسم الجريدة الوطن. إيه، فكم هائل من الاتصالات. أوكي المضمون نختلف ويختلفوا معي فيه، يختلفوا مع الجريدة فيه يختلفون، إنما اللي كتب الافتتاحية اليوم فؤاد الهاشم يبقى لا ننكره طبعا، على أساس إنه رأي جريدة مو رأي كاتب. لأنه لما يعرف القارئ من هو كاتبها فحيعتبر كأنه رأي الشخصي لكاتبها، إنما هي معبر عن رأي الصحيفة. فلما يعني مجرد ما يقرون يقول لك أول ما قرأت أربع أسطر عرفت اللي كاتبها، من خلال الأسلوب، من خلال الصياغة، من خلال الكلمات. إنما ساعات مثلا جيبي مثلا أربع شو اسمه كتاب واشطبي أسمائهم وشوفي كيف القارئ ممكن يستدل أو لا يستدل. إن استدل فهذا معنى أنه الكاتب ترك بصمة لدي قراءه بدون بغض النظر عن وجود اسمه أو لا. سامو العلي، طبعا إحنا في هذا الجو اللي موجود في رمضان وقاعدين في مطعم فاندو في السالبية، الجو اللي احنا فيه يعني انا شايف قدامي ما شاء الله حضور، بس احنا مسكتينهم ليش؟ شنو ذنبهم؟ والمشاهدين ايضا صارنا مدة معنا احنا في جو والله رمضان. يلا متاح الميكروفون عندك استاذ لفات. انت ككاتب ولك معجبينك وفعلا كتاباتك اللي احنا نقراها نحس فيها يعني الانسان يرتاح لها، كذلك ايضا الفنان عبد الرحمن العقل، الجو مفروض يكون فيه شوية نخرج من الجو الجمود اللي احنا فيه، الناس ما لهم ذنب اللي قاعدين ولا اللي يشوفونا ايضا، خلينا نطلع شوي بجو ما ادري اخت سهام لها اسلوب الحوار دائما. لا هم احتدوا الاثنين احتدوا فما ادري انا معصب لحد انت معصب انا بالحد هذي وهو احتد نفس العملية فشلون؟ اذا سمعتوا لي ايضا عفوا ايضا المشاهد ابو عبد الهادي او الاخوان الاعزاء الحضور ايضا يبون يعرفون شيء الوجه الاخر عن فؤاد الهاشم، الوجه الاخر عن خليه يحتد العقل زين، ما شوفوه في المسرح يتضحك ويتنطط وله دور معين ويعطي فؤاد الهاشم له دور في هذا. وبالتالي سؤال ايضا لفؤاد الهاشم، انت موظف في الوطن؟ نعم انا كاتب متفرغ. اذا هل انت ما تكتبه يمثل الخط السياسي لجريده الوطن او ما يمليه عليك افكارك وضميرك؟ كوني موظف هذا لا يعني بالضروره انه انا اخذ 100% خط الوطن، لا انا لي مطلق الحريه في ان اختلف معها. وحدث مرات كثيره والصحيفه منشوره مقال في اليمين لكاتب اختلف معه على اليسار تماما يعني كموقعي، وبالتالي يكون راي الجريده لها راي ثالث، وبالتالي عمليه يعني تقدر تسميها زي شو يسمونه صحن السلطة فيها الخيار وفيها الكوز فيها الخس وفيها كل شيء. طيب أستاذ فؤاد عفوا، أنتم كصحفيين يمكنكم أن تنتقدوا أي شيء من خاصة بالنسبة لنا في الإذاعة والتلفزيون أو أي شيء تنتقده، تحر في صحيفة حرة، إحنا بالنسبة لنا شلون نقدر نرد عليكم كجهاز حكومي يعني؟ إيه والله جهاز الحكومه دائما كاذاعه وتلفزيون دائما يشيدون هذا، يذكرون الانجازات
انما ما يذكروا السلبيات، احنا كصحافه نذكر السلبيات. فانا بالعكس اتمنى في يوم من الايام، اتمنى ولو ان كان ضدي او ضد اي صحيفه او ضد اي كاتب زميل، انه ابطل تلفزيون والاقي مثلا برنامج مخصص للرد على ما 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 يمكن ان يسمونه الاعلاميين زملائنا اللي بالجهاز الحكومي الافتراءات الصحفيه، مثلا كتب له فؤاد لايف كذا كذا، هذه افتراءات لا اساس لها من الصحه وهذا الصواب مثلا ينتقدوا، انما تفتح التلفزيون ما تلاقي فيه الا ماكو، كل شيء تمام وكل شيء زين، ماكو شيء عندنا في ذات البرنامج شو اسمه. انت تبطل الجريده تلاقي مقال اشاده مثلا في جهاز التلفزيون، تفتح صفحه 6 تلاقي شكوى من هذا يعني مثلا قارئ ثاني يشكو فيها من عن شيء من شو اسمه الجهاز الحكومي. فتلاقي التنوع في الصحيفه، تلاقي النقد وتلاقي الاشاده وتلاقي الشكوى وتلاقي الشكر وتلاقي يعني، انما لما تيجي على شو اسمه الجهاز الحكومي الرسمي ما في شيء، اعلام اذاعه بس هذا فيه ما في الا ان كل شيء زين ونشكر كل شيء زين هو معالي الوزير ونشكر الوكيل المساعد والوكيل الاداري والوكيل مساعد الشؤون الماليه، وهذول يجيبك تلاقي هذول الوكلاء هذول ما يدرون وين هو دار الجهد اللي سووه كله، انما لابد من الشكر هذا. فانت شوف محطه سي ان ان، عمرك شفت المذيعه تقول نشكر تيد تيرنر صاحب المحطه ونشكر مدير سي ان ان المساعد الشؤون الاداريه ونشكر، يعني الإعلام الآن أصبح كطلقة الرصاص، ما لم تجري بنفس سرعتها تصبح أنت من مخلفات الماضي. طيب العموم أنا بسأل سؤال يعني على أساس أنه هو احتد نفس الشيء مثل ما احتد، لأنه وايد هم كل ما أهلهم برجع عنه، لا مو عن شيء بس برجع عن عبد الرحمن، مو أنا هالحكي عبد الرحمن العقل بالنسبة لي الأعمال أنت تسويها أغلب اللقاءات راح تحتد الحين، اغلب اللقاءات لما يجرونها الفنانين يمتدحون اعمالهم الفنيه ويقولون، ولكن رجل